دلوقتي معاد موجز لأهم الأخبار مع منى شكرا لك شاذلي، التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم. <متصفيق> وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق في مستوى كافة الخدمات التي ستقدم لقاطني مدينة المنصورة الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان. واوضح متحدث الرئاسه ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزاره الاسكان خاصه مشروع التجلي الاعظم بسيناء ومدينه المنصوره الجديده والعلمين الجديده وصواري الاسكندريه فضلا عن تطوير منطقه القاهره التاريخيه وكذلك سلسله مشروعات سكن كل المصريين وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بالاستمرار في بذل كافه الجهود لتقديم تلك البقعه المقدسه من ارض مصر للانسانيه من جميع انحاء العالم اعربت مصر عن التهنئه للشعب الكيني على المشاركه الفعاله في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي واكدت الخارجيه تطلع مصر للتقدم قدما نحو مواصله تعزيز اطر التعاون بين البلدين الى افاق ارحب خلال الفتره المقبله بما يتناسب مع الروابط التاريخيه التي تجمعهما بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني ألكسيزر ريزينكوف خلال اتصال هاتفي احتياجات أوكرانيا الفورية وعلى المدى الطويل من المساعدات الأمنية وخلال الاتصال استعرض الوزير الاوكراني التحديثات الخاصة بالموقف في اوكرانيا كما بحث الجانبان التخطيط للاجتماع القادم لمجموعه الاتصال الدفاعيه الاوكرانيه وتعهد بمواصله الاتصالات الوثيقه بين الجانبين قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيسافر غدا إلى ليفيف في أوكرانيا للقاء الرئيس فولديمير زيلينسكي وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن غوتيريش سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الجمعة المقبلة وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته الضخمة للمناخ والصحة بقيمة 430 مليار دولار وأصدرها قانونا نافذا وفي حفل في البيت الأبيض اعتبر بايدن الخطة انحيازا من الديمقراطيين إلى الشعب الأمريكي في اشاره الى ان القانون الجديد يهدف لمحاربه تغير المناخ وخفض انبعاثات الغاز المحليه المسببه للاحتباس الحراري وكذلك خفض اسعار الادويه <applause> قال مصدر عسكري كوري جنوبي ان كوريا الشماليه اطلقت صاروخين من طراز كروز من بلده اونشون الواقعه على الساحل الغربي في ساعه مبكره من صباح اليوم دون ذكر تفاصيل حول مدى الصاروخين او ارتفاعهما تأتي عملية الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما الأولية المشتركة التي تستمر أربعة أيام استعدادا لمناورة بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلا وتقام في الفترة من 22 من أغسطس إلى أول سبتمبر المقبل نهايه موجز التاسعه عوده لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل